فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ماذا كان يقصد النبي من هذا القول؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان محبه علي بن ابي طالب اصل من اصول علامه من علامات الايمان، وهي جاءت صريحه في الروايه الاخرى، قال عهد النبي لي، من احبني فهو مؤمن ومن ابغضني فهو منافق. فهنا الشيعه هنا حرفوا قصد النبي في هذا الحديث. طبعا طبعا هم يقولون بالخلاف في هذا الباب، وهذا خطا مبين. هو اراد النبي ان يقول ان من علامات ايمان المؤمن اولا ان توالي عليه وان تنصره. نحن مامورون بموالاه اهل الايمان. صحيح. كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى كذلك بعضهم اولياء كذلك بعض. الامر ينطبق على ابي بكر وعمر وعثمان وعثمان الثلاثه ولابد من موالاه ابي بكر وموالاه ابي عمر وموالاه عثمان. فموالاه علي بن ابي طالب اصل عندنا من واجبات الايمان. فعلامه الايمان موالاه عمر موالاه علي بن ابي طالب، نصرته وبيان فضله ومحبته والتردي عليه وإذاعة فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فهذه الموالاة الصحيحة، ولذلك النبي يقول ولي كل صالح. وعلي بن أبي طالب من أصلح الصالحين. علي بن أبي طالب وأخوه جعفر لهما لهم من المكانة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علي بن أبي طالب هو منه. كفى أنه أبو الحسن وهو زوج سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها وارضاه. فالمعنى هنا هي نصرة علي ومحبة علي. وقد جاء كما قعد البخاري إمام أهل الشأن في الحديث، قعد أن الحديث يعرف بالحديث. قال علي بن أبي طالب عهد النبي إلي من أحبني فهو مؤمن ومن أبغضني فهو منافق. يبقى إذن علامات النفاق عدم موالاة علي. ونحن نشهد الله على حب علي وحب آل البيت، ونشهد الله على نصرة علي ونصرة علامة إيمان. وعلامة النفاق بغض علي بن أبي طالب. ولذلك حتى معاوية بكى قال لو تعلمون ما حدث في الأمة بعد موت علي بن أبي طالب، ظلمة في الأمة أعظم ما تكون، كيف يأتون بمثل علي بن أبي طالب، بمثل علم علي بن أبي طالب، بمثل قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فنحن نشهد الله على محبة علي بن أبي طالب ونصرة علي بن أبي طالب ونصرة آل البيت ومحبة آل البيت. هذا معنى علي من كان مولاه فأنا مولاه، علي من كان يعني يتولى علي فهو يتولى النبي صلى الله عليه وسلم، معناه ينصره يحبه. وأيضا من تمام الإيمان من أو الإيمان الواجب هو نصرة علي بن أبي طالب ومحبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. قالوا أن الحسين يحيي ويميت، قالوا أن الحسين يحيي ويميت، ولو كان الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان يحيي ويميت كان كيف قتل؟ كيف قتل؟ كيف ترك نفسه يقتل؟ صحيح. هي عقائد خربة. فهؤلاء القوم يريدون الولاء العقدي للسيطرة التامة. ثم ذلك إذا كان الولاء العقدي سيكون بعد ذلك الميل الديني لهم، وأي أمر يأتيهم سيكون عبادة. الخميني كان ماذا كان يفعل في حرب العراق؟ هؤلاء الذين قتلوا أنفسهم كالذين يفجرون أنفسهم كالخوارج. صحيح. هؤلاء كيف يتحركون؟ أنت ممكن تذهل تقول أما 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 في القوم عقول؟ لا، هو حرك الميل الديني. قال له أنت الآن على أعتاب الجنة، حور العين ينتظرونك. في هذا الباب انت اخذت صك من الخميني، هلاك في الجنه. خلصت المساله. لا ده اعطوا لهم جواز سفر بالفعل والله. جواز سفر مطبوع. مكتوب عليه جواز سفر الى الجنه ان شاء الله هيدخلهم جواز سفر الى الجنه، وكانوا يعطوه للمقاتلين من الميليشيات الشيعيه. انا ما اتعجب من جنون هؤلاء، لانهم اختراب العقد عندهم عالي جدا في هذا الباب. لكن كما قلت لك، هي سيطره الاموال الطائله التي في ايران لا تنفق على اهل ايران. بتنفق على ايش؟ ماليزيا، اندونيسيا اكثر دون ماليزيا، من اجل المد الايه؟ المد الشيعي في مصر. هنا في هنا يعني شرذمه قليله لابد ان، لكن هي قله قليله لابد من السيطره عليها، لان تحت نظر الجهات الامنيه. تعلم حضرتك ان هذا المد سيفني الامه، سيدمرها.